بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تمنيت أني ما نتدخلش، وتمنيت أنه عندنا توا 4 ولا 5 أيام أنا في الثانية صحيحة وفي كتابة الدستور ولحظات تاريخية. أعتبر هذا نشاز، هذا فعلا نشاز اللي صار اليوم. كنا تصلنا بسيد وزير الداخلية نقولها منذ لحظات، وقد أكد لنا كل هذه المخاوف وكل هذه التهديدات. يعني يوم أمس كتلة المؤتمر والنائبة سهير الدردوري تقدمت بطلب تعديل الدستور، وذلك لتجريم التكفير، لإيماننا العميق أن هذا ينجم يعطي ضمانات تجريم التكفير، الفتنة والكراهية. الشعب التونسي شعب واحد، هناك من يحاول قدر الإمكان تقسيم هذا الشعب، إذا كان تقسم هو بإمكانه أن ينجح. نحن ضد الفكرة هذه، وضد أنه شكون يحاول يقسم الشعب التونسي بين كافر ومسلم، علماني ومن عشان ولا هيكي وكل هذا الكلام. لذلك اعتبر ان هذا التصريح خارج على السياق العام، خارج التاريخ اصلا، خارج على اللحظات التاريخيه اللي نحن نعيشوها اليوم بكل جوارحنا، ونحن اليوم عايشينها، ونحاول قد ما نجم لانجاح هذا المسار فقط لاعلاء رايه الوطن. هناك من يخرج علينا اليوم يغرد خارج السرب ثم يحاول زرع فتنه، واقول زرع فتنه. شوف، اعتقد انه اول حاجه يلزم اعتذار. اعتذار زادك واضح وصريح وعلني وامام الشعب التونسي، واعتذار مش للنواب، لا مش للنواب، اعتذار للشعب التونسي، ويقول اللي انا راني نعتذر ان كنت حاولت تقسيم هذا الشعب. اذا لم يكن هذا الاعتذار فلتكن رفع الحصانه، لانه لا نقبل ان يكون بيننا اليوم من يحاول تفتين بين النواب في اتجاه واضح هو اعلاء رايه الوطن، هو دستور توافقي لهذا الشعب التونسي، ولا عاش في تونس من خانها.